الفقرة لينتزع مركزنا الأول من انطلاقات صباح هذا اليوم بتحقيق نقطة انتصار وناموس. المركز الثاني أسير إلى الهدارة، حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه مشاهدين الأعزاء تصل المركز الثالث الداودية، تعود ملكيتها لراشد بن سعيد بن حمد بن درويش يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك تقدم من قبل ناصية أحمد بن سلطان بن رشيد الاكتبي هنا في هذه، أو أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مقدم لنا هذا الاسم على المركز الرابع. المركز الخامس يصل شعار بن بروك ليقدم لنا ناصية خالد بن سعيد بن بروك الحميري وصل هنا في المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت الآن اليذابة صالح بن علي العويسي يتقدم في المركز السادس. أما المركز السابع فهنا حفلة يمعى بن حميد بن عمي المنصوري سابعا. أما المركز الثامن فوصلت من خلاله مشاهدين الأعزاء شعلة عبيد بن حلوس العامري في المركز الثامن. أما المركز التاسع من الجانب الآخر هناك يأتي على المركز التاسع هذا الشعار الأصفر. المركز العاشر انتقل مباشرة إلى تواجد وانطلاق انذار لمنصور بن مبارك بن حماد الاكتبي. هذه هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة، ولكن نعود إلى البداية إلى مقدمة الشوط إلى السيطرة الأولى. هنا عنوان الهدارة لا زالت هي المسيطرة، لا زالت هي المنطلقة والحاضرة في ناموس هذا الشوط. حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي يتقدم نحو المركز الأول. المركز الثاني وصولا من قبل شقرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث الآن وصلت ناصية خالد بن سعيد بن بروك الحميري هنا يقدم ناصية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع اللي وصلت من خلاله مشاهدينا الكرام الداودية تحتل المركز الرابع لراشد بن سعيد بن حمد بن درويش هنا في هذا الموقع على المركز الرابع. ناصية الأخرى في المركز الخامس، وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم نحو المركز الخامس. المركز السادس محنة للحميدي بن جحدول بن عبود الدرعي في المركز السادس. المركز السابع من الجانب الآخر هناك تسلل من قبل انذار منصور بن مبارك بن حماد الاكتبي يتسلل نحو المركز السابع. المركز الثامن يا بن حلوس يتقدم مشاهدين الكرام هنا مع شعلة عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، والمركز الثامن هذه اللي وصلت تقدمت تواهين احمد بن راشد المحرمي الاكتبي في المركز الثامن. المركز التاسع هناك تقدم، هناك احتلال، هناك تنافس من اليذابة صالح بن علي العويسي. المركز العاشر مظفر بن او هنا المركز العاشر بشاير ولكن تسللت مشاهدينا الاعزاء بنت مغامر عبيد بن خادم الرميثي وصل غير للمركز العاشر. هذه الاسماء اللي وصلت، هذه الاسماء اللي حضرت غطت على كل الحضور، لكن نعود الى البدايه والبدايه موفقه مع الهداره لا زالت على المركز الاول للصداره مختاره. هذه الهدارة بعدما فازت بشارة في الشوط الماضي، الهدارة على الصدارة نحو التحدي واختياره. هنا حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي لا زالت هي سيدة الموقف. يا سلام الهدوره، ولكن شوف المحرم يواصلنك مع وجود مشاهدين الكرام، مع وجود شواهين احمد بن راشد المحرمي الاكتبي. يا سلام روح مع المركز الثاني. المركز الثالث محمد بن زايد المنصوري يتقدم نحو المركز الثالث. المركز الرابع هناك الله هذا اللي وصلت بنت مغامر عبيده بن خادم الرميثي واصل 1200
على خط النهاية. شعلة 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 عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، اشتعلت المنافسة مشاهدين الأعزاء. ولكن هناك ناصية أحمد بن سلطان بن رشيد، المركز الخامس المركز السادس، وصول اسم جديد ينضم للمنافسة شديدة، ناصر بن سعيد بن رامز اليحافي اليحافي. ولكن أعود إلى الهدارة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، من البداية هي مسيطرة على الصدارة، مسيطرة على المركز الأول، حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي. ولكن شعلة أشعلت المنافسة، شعلة تقدمت الهدارة، يا عيني على الهدارة، سلامي على الهدارة، سلامي على الهدارة في الصدارة. لكن شوف أشوف أشوف الزعيري قادم، هذا احتل المركز الثاني، كبرياء كبرياء علي بن بخيتة، الزعيري 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 وصلت الآن كبرياء لتحتل المركز الثاني. ولكن المركز الثالث شعلة، عبيد والحلوس بالذيبان العامري، هذه الثلاثية مشاهدين الأعزاء، الهدارة مسيطرة، الهدارة مختار الصدارة من بداية الانطلاق، من بداية التحدي. وكبريات يحاول، كبريات يحاول في المركز الثاني، هنا علي بن بخيت الزعيري، الله يا الزعيري. لكن الهدارة الهدارة كبرياء اللحظات الأخيرة، وشعلة تحاول في لحظات الناموسة، في لحظات التحدي، الهدارة من البداية إلى الصدارة. حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي، سلامي عليك يا راعي الهدارة. اللحظات الأخيرة ممتعة، اللحظات الأخيرة مثيرة مثيرة مثيرة. ولكن سلام سلام يا راعي الهدارة، سلام سلام يا راعي الهدارة. هنا المركز الأول للهدارة، حمد بن سلطان بن راشد الاكتبي، تهانينا والناموس. المركز الثاني كبرياء لعلي بن بخيت الزعيري، المركز الثالث شعلة أو خفايا لمحمد بن شطيط الاكتبي في المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الحقه لراشد بن سعيد بن منانه. المركز الخامس، عموما على كل حال مشاهدين الأعزاء تهانينا والناموس للجميع على هذا الفوز والانتصار. وبلا شك نعود بالتهنية إلى مالك الهدارة، وفي الصدارة كانت منذ بداية الانطلاق حتى النهاية، وهي مسيطرة بالفعل على المركز الأول، مقدمة هذا العرض الممتاز والفنان. 7 دقائق 45 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لحمد بن سلطان بن راشد الكتبي، أسعد الله صباحك يا أبو شاب على هذا الفوز وتقديم عرض مميز من الهدارة. المركز الثاني كبرياء، 7 دقائق 45 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لعلي بن بخيت الزعيري، يحتل المركز الثاني وانتزع ناموس المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنا كان شعارا مشابها، ولكن هي من حلت المركز الثالث. 7 دقائق 47 ثانية، 4 7 أجزاء من الثانية كانت خفايا محمد بن شطيط بن سعيد الاكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام، حيث تحقيق الانتصارات في كل مكان لكل من فاز وحقق انتصار، فله تهنية على الناموس.